35 سنة انت الوحيد يعني السليم الحمد لله. ايوه بعدين وده احمد. احمد كم سنة؟ 32. وده علي 27 صغير. ده علي 27 احكي لي حكايتك ايه بقى. انا عايز اسمع منك الحكاية كلها من بدايتها كده وعايز اعرف يعني الحقيقة. انت ما شاء الله عليك ام عظيمة وتحملت كتير. الله يبارك فيك. من هم صغيرين من بعد الواد ده بسنتين 25 سنة أبوهم سابني فأنا شلت الحين لوحدي. حضرتك منين بتشتغلي إيه؟ بشتغل يعني أنا عندي شوية طيور في البيت. البيت ومربياهم. البيت نصحى الصبح بعد الساعة 6 كده أصلي فرض ربنا والحمد لله ونروح نجيب لهم العيش والطعمية يا عمية ونقعد نفطر انا وهم نعملهم سندوتشات ونقعد نفطروا فنقعد شويه بعد شويه نقوم نغسل شويه المواعين اللي عندنا وهم في ريحي حوالين مني ما نسيبهمش ريح مني وبابنا مقفول علينا ريح مني نغسل شويه المواعين شويه نكر حبه هدوم برضه نغسلهم شويه يكون نجرب الظهر نعمل غداهم نقعد نتغدى ونرقد شويه نقعد شويه هم حواليا ما فرقونش خالص حوالي. بالليل برضو عشان هما بيمشوا كده العيل لو مشي ما بيعرفش يرجع فبالليل وبالنهار عيني عليهم يا سامي يا علي يا احمد على طول كده ما بنسيبهمش خالص يعني ما بنسكتش بالليل نصحى نبص عليهم نشوفهم هما الثلاثة موجودين ونايمين ولا ايه في الأوضة معايا برضو فقاعدة ليل ونهار بيهم الحمد لله. وانا محمد برضو كان في المدرسه وجيها في بعد ثالثه اعدادي كان جايب مجموع كويس يعني فقال يما انا ايه عايز نكمل فقلت له الناس في بعض الناس قالوا كمل ايه خليه يساعدك على اخواتك يقف معاكي يشيل معاكي شوي قلت له انا يما انا عايز نكمل قلت له كمل يا محمد وانا هنقف في ريحه كمل فهو عارف ظروفنا كويس بقى يشتغل مع الدراسة في مطبعة خاصة في الدراسة يشتغل ويروح الدراسة بتاعته وأنا إيه على ما يجي كل 15 يوم اللي مقدرنا عليه ربنا مخليه له ياخده معاه يساعد نساعده لحد إيه ما وصل إيه الحمد لله خد الكلية بتاعته وجت في جهوة انا هيتخرج ومعناش فلوس يما انا عايز بدله هبدله رحت الحلق بتاعي خدني حلق رحت الحلق وقلت له خد يا محمد هات البدله اللي انت عايزها فخد وجاب البدله اللي هو عايزها فلما ربنا فرشها عليه واشتغل راح ايه جابهولي لهول يما انا جايب لك مفاجاه حلو لهول يا محمد لهول غمض عينيك يما رجعت وجايب لي الحلق يا رب يخليك يا ابني هو الحمد لله دول ولادي وغالين علي هو الحمد لله مفتح عيني وعشت عشانه برضه يعني صبرت والحمد لله عشت عشانه وعشان اخواته برضه دول ما يفرجونيش لحظه واحده وما يهونش علي عين منهم يمشي الواد ده مغلبني يعني كتير دولا عنهم علي ده فلما بمشي فالناس تقول ايه مسيبيه واحد مشى من الثلاثه ومعاك اثنين سيبوا ليه يا شيخة بقى يمشي لا سيبوا ازاي ده ظلم سيبوش ما نشوفش النوم الا نجيبته نلف عليه في البلاد حوالين مننا ونجيبه. حصل قبل كده ان حد منهم تاه وجبتيه؟ اه كتير كتير وبات بره ده كذا مره بلف هناك عندنا واسع في الاراضي فنصبح لما ما بنلاقوش بالنهار وجا الليل ما بنطلعش بالليل نصبح تاني من قبل ستي نليف فنسال بتوع التكاتك يعني عارفينهم في البلد عننا ما شفتش النبي الواد علي ما شفتش ده يقول لي ده انا شايفه في الحته الفلانيه ناخد التوك توك ونطلع نجي نلحقه فعلا في لكن المرة. حضرتك عمرك ما فكرت انك انت تحطيهم في دار مثلا لرعايه ذوي القدرات الخاصه؟ لا ما يهمش علي لا لا يعني حد عرض عليك الفكره وانت رفضت؟ ده اتعرض عليا كتير وقال لي وديهم وكده قلت لا مش على ده مغلبينك وديهم انت شايل حلمك تجيه وديهم قلت لا انا معاهم لاخر يوم في عمري مش هنسيبهم. حضرتك منين يا فندم؟
انا من مشيت السادات تبع مركز الشهداء بالسود. روحيه محروس حبيب. وسن حضرتك قد ايه؟ سن حضرتي 61 سنه ما شاء الله. وروحيه محروس حبيب من مشيت السادات تبع مركز الشهداء. ست روحيه بتصرفي منين كنت يعني؟ الحقيقه ربنا يقويكي يعني بصراحة عشان تجيبي له البدله بعت الحلقه يعني. بتصرفي منين حضرتك؟ بصراحه انا زي ما قلت لحضرتك كده بناكل من عندنا من البيت طيور وكلام من ده يعني. كنت ماشيه نفسي كل ما يجي كل 15 يوم احنا كنا بناكل يعني. مش ما بناكلوش بناكل بس ما بنذبحش ولا بنعمل الا لما هو يجي ياكل في وسطينا يعني. بصراحه يعني عشت ظروف صعبه كتير يعني. صعبه. اصعب لحظه مرت عليك كانت ايه؟ صعبه خالص. ايه اصعب لحظات مرت عليك؟ اصعب لحظات مرت وهو كان في العالم محمد. هو كان في العالم طبعا ايه. بس انا يعني الحمد لله الشؤون المعاش بتاعهم من 40 جنيه يعني. بدات مع الشؤون المعاش من هو 40 جنيه بيدول من هو 40 جنيه من زمان. من زمان يعني. كان الواد ده كان ده لسه صغير ما خدش ده هو ده من 40 جنيه وانا بناخد من المعاش بتاعهم من الشؤون. الحمد لله. حضرتك يعني يمكن ظهر امتى ان عندهم مشكله؟ وهل ده خلاكي مثلا ما تفكريش تخلفي تاني بعد ما اكتشفت ان مثلا في حد منهم تعبان او عنده؟ هو المرض اللي عندهم ايه كلهم؟ المرض اللي عندهم هي فيه في الجمجمه هنا حاجه بتكفل. الواد ده جرينا بيه شويه عند الدكتور اول ما جبته وهو صغير سامر يعني. هو متنبه يعني الكلام شو عندهم. فقال لك في حاجه هنا في الجمجمه ديت. هم مولودين دماغها كده ما كبرتش. قال لك في حاجه هنا ساعه ما بتولد بتكفي هنا. ده عيب خلقي مثلا في ال عيب عيب يعني عيب خلقي يعني؟ ايوه عيب خلقي. ملوش علاج يعني؟ ما كانش ليه علاج؟ لا ملوش. قالوا له ملوش علاج. علاجهم بس اللي هو جيت بيه هنا ابو الريش الواد ده وهو صغير. فقالوا لي مؤاخذة الدكاترة كانوا بيتكلموا أجنبي يعني. فلقيت واحد يعني قلت له النبي لو سمحت طمني طمني وقول لي هو عنده إيه عشان كده أجري بيه مثلا. أو نقعد مثلا وأريح نفسي عشان المشوار مثلا مش هيجيب نتيجة. أو نجري بيه نكمل. قال لي ده ليها عيب هنا في خلقي في دماغهم هنا. دماغهم مش هتكبر عن كده. بس إن العلاج ده تفطيم للكلام منبه ليه للكلام يتكلم. فده خد شويه بقى. طب ما فكرتيش بقى بما ان في حد طلع كده يعني عنده مشكله انك تخلفي تاني؟ قلت يا ما خلفش بقى تاني خلاص. انا كنت بغيب وجا محمد بند بعد ده قلت يمكن يجي ده حلو. جيب رجعت بعد شويه جه علي ده نفس الطريقه. سكت بقى شويه سنتين رحبهم ايه وسع. والدهم سابهم ليه؟ وسع وسابني. سابهم ليه؟ والله مشي كده لوحده. ابوي سيب لوحده كده مش لوحده كده. ما فيش اي سبب فيه يعني. الناس راحت لهم البلد من عندنا. قلت طيب هنيجي وما يجيش. ماشي هنيجي يعني. ما فكرش يصرف عليهم طول السنين؟ ما فكرش يصرف عليهم ولا فكر اي حاجه ولا فكر فيهم واحد يشوفه من ايام. ولا فكر يعني يشوفه عين من الايام من دول. والحمد لله. احكي لي يا استاذ محمد يعني الوالده العظيمه ديت واخواتك وحياتك معاهم. احكي لي يعني. الحقيقه شايف يعني قصه لست عظيمه يعني. الناس شافت وانبهرت ان هي متحمله عشان خاطر ثلاثه من ذوي الاحتياجات الخاصه. بس الحقيقه زي ما حضرتك كنت بتتكلم ان هي تحملت عشان خاطر اربعه. لان هي برضو تحملت عشاني كتير جدا خلال فتره دراستي لغايه انا ما اكمل تعليمي. وطبعا النقطه المحوريه جدا والفضل ليها جدا فيها ان هي كان ليها الفضل العظيم جدا ان انا اكمل تعليمي. زي ما كانت بتحكي بتقول ان احنا في وقت من الاوقات بعد الثانويه كنت جايب مجموع كويس يأهلني ان انا ادخل كليه كويسه. فكان في قرار صعب في المرحله دي. الاسره بسيطه امكانياتها بسيطه. كل الناس اللي حوالينا بتقول او الواقع بيقول الظروف بتقول ان خلاص كفايه كده. انت تبدا تشتغل انت تبدا تساعد معاهم. لا يعني احنا في الفتره دي هي كان لها فضل عليها ان هي خدت قرار عظيم جدا من ضمن التحمل اللي هي تحملته في حياتها ان هي لا يا محمد كمل وانا معاك. كمل وانا في ظهرك. كمل وانا سند ليك. هي كانت شايفه او عايزه. بس واضح ان هي محمد كمان تعبت قوي عشان تكمل انت. يعني واضح ان هي ما عندهاش مصدر دخل خالص. تعبت جدا. تصرف منين ماما؟ هي طبعا بالنسبه لمصادر الدخل هي مكتفيه بالتضامن الاجتماعي. وزي ما قلت لحضرتك كده هي ست بيت شاطره جدا.
بتعرف تربي حاجات في البيت تقدر تستغلها، تبيع منها جزء وتكمل من الجزء التاني احنا ناكل منه. ست تفصيليه جدا، بتسالني عن تفاصيل حياتي بشكل كبير جدا، كلت ولا ما كلتش، شربت ولا ما شربتش، مهتمه بيا زي ما هي مهتمه بيهم، يعني هي مهتمه بيهم بشكل كبير جدا بما ان هم ذوي احتياجات خاصه، بتلبسهم، بتشربهم، بتاكلهم، بتعملهم سندوتشاتهم، بتحميهم، كل طلباتهم هي قايمه بيها. كلهم انا اعمارهم عند سن كام سنه؟ هو اخر 38. لا اعمارهم الحقيقي يعني العقليه دلوقتي، اعمارهم العقليه متوقفه عند الاطفال، يعني هو تفكير اطفال، عنده سرعه كبيره جدا على النسيان. انت لو قلت له معلومه بعد شويه ينساها، ممكن يرددها ورا حضرتك، لكن ما عندوش قدره على ان هو يتذكر الحاجه مرتين وثلاثه على الحاجه مرتين ثلاثه على ما يجيبها، يعني هات الحاجه ديت يا احمد مرتين ثلاثه على ما يجيبها، يعني هذه الحاجه دي ممكن يروح يجيب حاجه غيرها، لا يا احمد ودي دي وهات حاجه غيرها ثاني. انت بتحب ماما؟ بتحب ماما؟ ابوسها بقى يلا. يعني انا ما شفتوش الحقيقه، رغم ان يعني يعني ما عندهاش دخل، ما عندهاش اي حاجه، وبتربيكوا كويس، ما فكرتيش تتخلى، ما فكرتيش ابدا تتخلي عنهم؟ يعني حد قال لك؟ طب اهل القريه بيتعاملوا معاك ازاي؟ أنا مش كده، كل واحد في حاله. أنا في حالي وأنا يعني ما بيعطفوش، ما بي هي بصراحة هي برضو رافضة الموقف ده. يعني أنا مريت بظروف صعبة خالص، يعني أنا مش قادر أقول لك اللي ما كانش فيه أيام من الأيام ما معيش نجيب لهم رغيف العيش، بس حاف نجيب، فما مديتش ديت لحد، ومش هنمدها دلوقتي، يعني في السن ده كمان مش هنمدها، ما مدتهاش لحد، ولا اشتكيت لحد، ولا قلت لحد أنا ما معيش ولا أنا معاي ولا انا كده ولا ايام ولا شويه. بس ما شاء الله عليك، انا عايز اسالك يعني بصراحة اسالك عن الرضا. الرضا والحمد لله، يعني جاي يا مصدره ايه عندك الرضا الجميل ده؟ الرضا والحمد لله، انا والله بنحبهم بصراحه، يعني العيل يعني بصراحه كده لما بيمشي اكن انا ببقى غرقانه ببحر، وساعه ما يجيبه اكن طلعت من البحر ده، يعني بصراحه يعني اني يعني ما فيش بعد كده، يعني ناس عرضت عليا حجه قلت عمر ما نسيبهم، هنوديهم رعايه خاصه، لا ولا رعاية خاصة ولا نسيبهم عمر، وأنا بتمنى من ربنا اللي نوديهم بر الأمان، أمان يعني نتمنى من ربنا نوديهم بر الأمان، ما نسيبهمش يتبهدلوا. إيه بر الأمان بالنسبة لك؟ بر الأمان عند ربنا، مش راضي أقولها ومش راضي أتكلم ترى، إنما عايزة أنا نطمن عليهم عند ربنا ديت، إنما قلت يمشي وما يرجعش دي جامدة عليا وصعبة عليا خالص، فأنا أقول لي اسمعني يدعي لي بالصحة والصبر. ونفسي نسلم على رئيس الجمهورية الفتاح السيسي. نفسي نسلم عليه ونشكره على اللي بيعمله في البلد. الله البلد فزت وقامت على ديه، وكانت البلد واقعة والحمد لله قامت وانصلح حالها على ديه، وربنا يقويه ويكفي شر الناس الوحشة يا رب. يا رب. لما سامي أخوك كان تعرض لحادث، كان إيه اللي ماما عملته؟ طبعا هي حبها ليهم حب يعني غير عادي، غير الاشخاص العاديين خالص، يعني هم لما بيتعبوا ما بيقدرش يعبر عن التعب ده مصدره ايه، ما بيقدرش يقول انا تعبان بكذا. من اصعب المواقف برضو اللي عدت علينا، كان سامي اتعرض لحادث، حصل له كسر في الورك بتاعه، وركب مسمار نخاعي من المفصل الركبه لغايه الوسط، وكان يعني قدامنا قرار برضو ان احنا نهمل فيه، محدش بيهمل في ولاده خصوصا الام عظيمه بالشكل ده، المستشفى او ان احنا نجري بسرعه نجهز له مبلغ، كان في الوقت ده كان مبلغ يعني كبير شويه بالنسبه لطاقتنا، والحمد لله قدرت ان انا ادبره، اتزنقنا بعدها شويه لكن الحمد لله ما قصرناش معاه، وهو لغايه دلوقتي عارف ده، يعني هو مر على الموقف بتاعه ده سنين طويلة، يعني بقى له حوالي 7 سنين تقريبا الموقف ده، لكن هو فاكر ان هو عمل عملية، وفاكر ان محمد شاله، وفاكر ان كان بيعيط يقول لها بيوجعني يا امي، تقول له معلش وتطبطب عليه وتعيط عشانه، فاكر الاحداث دي كلها. ولما هو سامي بيتأثر جدا بالكلام، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الحادث، فجأة تلاقيه دموعه قريبة جدا. يعني يا محمد بعد اللي تعبت دي، باعت الحلق عشان خاطر هي باعت الحلق، يعني في فتره كانت مهمه جدا في حياتي، يعني اكتر فتره بتبقى مهمه لكل شخص وهو بيتخرج من الكليه،
فمشروع تخرج وكليه عمليه ومحتاج مصاريف، انا ما لقيتش حد اطلب منه غيرها. يعني نقدر نعمل ايه؟ نقدر نتصرف ازاي؟ احنا دايما لما كان بيبقى في مشكله في البيت هنتصرف ازاي فيها؟ نقعد مع بعض ونتكلم هنتصرف ازاي فيها. فلقيتها لوحدها، انا ما طلبتش منها، قالت لي خد اتصرف في ده في لمشروع التخرج بتاعك، اشتري بدله عشان تبقى في اليوم ده من افضل الناس. هي كانت شايفه ان هي تبقى فخوره بابنها محمد اللي هو الوحيد اللي سليم من الاعاقه. برضو من المواقف الجميله اللي هي طيب نكمل بقى، انا نسيت. كمل بقى. ربنا يديك الصحه. وانا الحقيقه يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انا عايزك تواجهي رساله لكل ام بتسمعنا النهارده، لان احنا في الفتره الاخيره سمعنا عن قصص غريبه لام ممكن ترمي بنتها وتسيب بنتها وتسيب ولادها عشان خلافاتها مع جوزها، وسمعنا اخيرا عن واحده سمت طفله بريئه لغايه ما الطفله الرضيعه دي ماتت لمجرد انها متخانقه مع جوزها. تقولي ايه لكل ام بتسمعك النهارده وعندها اولاد، يعني شاء ربنا ان هم يكون حالتهم زي حالات ولادك كده، انت ما تخليتيش عنهم، تقولي لها ايه؟ الصبر، يعني انا بدعي لنفسي في كل وقت اللي ربنا صبرني، يعني انا ما ازعل مثلا اقول الصبر يا رب، صبرني يا رب على ما اعطيتني. فانا بقول ديت لكل ام، يعني تشوف حالتها هي تتعظ مثلا الضنا، يعني الضنا ما فيهوش، فانا ما اعرفش يعني انا عليهم ازاي يعني الموقف ده. يعني بصراحه انا ساعة ما سمحت أنا جسم وجعني والله. يعني ربنا يبارك فيك حاجة روحية، ويا رب يعني كده يديك الصحة. وأنا الحقيقة عايز أقول لك حاجة، أنا اتعلمت منك كتير النهاردة، الله يبارك فيك، وأنت علمتيني وأتصور علمتي ملايين المشاهدين اللي بيتفرجوا عليكي، الله يبارك فيك، يعني إيه الصبر على الابتلاء. الحمد لله. وأنت ابتلاء كان صعب، ثلاث أبناء من أبنائك يصابوا يعني بهذا المرض بيوقف نمو العقلي عند الطفولة، وعلمتينا يعني ايه الاجتهاد والايمان بالله، انك انت كافحتي وصبرتي وصرفتي عليهم في اضيق الحدود، وعلمتينا الكفاح، ان عندك ابن الحمد لله طلع سليم، ربيتي وافنتي عمرك في خدمته، والحمد لله طلع ابن بار، واول حاجه عملها ان هو ابن حلال المصاف، الحمد لله كلهم ولاد حلال، الحمد لله، ربنا يبارك فيكي، الله يبارك فيك، نورتيني في واحد من الناس، الله يبارك فيك، انت واحده من الناس اللي احنا بنحبهم، الله يبارك فيك، بنحترمهم. واحنا بس كان ليا رجاء اخير، اتفضل، من برنامج واحد من الناس، ان هو يكون داعم لوالدتي ان هي تتقدم لمسابقه الام المثاليه في شهر واحد ان شاء الله، ويكون داعم ليها في التقديم ده. خليها، نتمنى ان هي تفوز بلقب الام المثاليه للعام القادم. وانا من بضم صوتي لصوت محمد نجل السيده روحيه، وارجو ان شاء الله يعني احنا كبرنامج بنرشحها ان تكون الام المثاليه لعام 2020 لما قدمته في خدمه ابنائها من ذوي القدرات الخاصه، والحمد لله أفنت حياتها في ظل ظروف مادية في منتهى الصعوبة، فإحنا بنرشحها. وعايز أقول لك هي الأم المثالية بتاعت واحد من الناس إن شاء الله السنة دي في 2020، على الأقل يعني إذا تقبلي أن تكوني الأم المثالية للبرنامج واحد من الناس السنة دي، وإحنا كمان بنرشحك للحكومة. وأتمنى أن معالي وزيرة التضامن تكون سمعاني دلوقتي، ودكتور نبيل الأباج، وأنا عارف أن هي يعني انا واثق انها هتكون دايمه ان شاء الله باذن الله. نورتيني يا حاجه روحيه، الله يبارك فيك، انا ما شفتش وربنا جمالك، والله العظيم ما شفت بجمالك، والله العظيم احب اقول لك انا مبسوط، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يبارك فيك، ربنا يديك الصحه، دي ست عظيمه انا حبيت اقدمها لكم النهارده في واحد من الناس، ست روحيه واولادها جمال دولت، ربنا يا رب يكرمهم ويكرمها ويديك الصحه. نورتيني وشرفتيني في واحد من الناس، وانا فخور جدا، الله يبارك فيك، نورتيني. طب انا كان عندي سؤالين، لو اسالي، انا عندي في مشكله في بيتي 35 متر الارض، الدار بتاعتي املاك دوله، الدوله عندي مشكله 35 متر بتوع الاوقاف. طب عايز نوجه الرساله لوزير الاوقاف، انا طلب عنده يخلص لي طلبي،
وبعمل مناشدة كمان للدكتور محمد مختار ان احنا نساعدها وندعمها ان شاء الله. نورتيني وان شاء الله كل المشاكل هحلها لك ان شاء الله. انا حبيت اقدم لكم النهارده نموذج الحاجة روحية. ست تعالي يا حاجة عشان الناس تشوفك بقى كلها كده وانا وانت نتصور مع بعض كده. الست العظيمة دي اللي انتوا شايفينها دي، الست دي بجد لم ارى مثلها. لما تشوف الظروف اللي هي تعبت عشان تربي ثلاث أربعة منهم، واحد سليم وثلاثة من ذوي القدرات الخاصة، وهي يعني أقول إيه، وهي مؤمنة إن ربنا هيرزقها وإن برزقه هتصرف عليها. نورتيني شرف. الله ينور عليك ويخليك ويديك الصحة يا رب.